اسمه ايه ان شاء الله؟ ايه يا ماما في ايه؟ يا سلام، مش عارفه في ايه، داخله من سحابه كده كانك عايشه لوحدك. ما انا رحت بصيت على تيه. تيه؟ تيه بس؟ وانا وامي احنا مش عايشين معاك يعني ولا ايه؟ معلش يا ماما. مالك يا غالي؟ انت بتعيطي؟ مالك يا حبيبتي؟ في ايه؟ حد مزعلك؟ لا يا ماما مفيش. ازاي مفيش؟ انت بتعيطي اهو. اللي انت حكيتي لي عليه اللي اسمه مراد، مش كده؟ عشان مش بتسمعي كلامي يا غالي، انا حذرتك منه من صنف الرجاله كله، مفيش فايده فيكي، ما بتتعلميش ابدا. يا ماما حرام عليكي بقى، كفايه يا ماما، انا مش ناقصه. هو مالوش ذنب. ومالوش ذنب مين ان شاء الله؟ حظي. ماله حظك يا حبيبتي؟ حاسك زي الفل. انتي عارفة مراد مين تبقى خطيبته؟ مين؟ يسرى. دي الغيبة فعلا. بحظ ايه ده؟ استغفر الله العظيم. وطبعا هو عارف انها صاحبتك ومستعبط، مش كده؟ لا يا ماما ما يعرفش، انا عمري ما جبت سيرتها. امال انت عرفتي ازاي؟ يسرى، بس كنت أنا خلاص حبيته. يا قلبي يا بنتي، بس ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تعيطيش. تحبي تاني ليه أصلا؟ معلش خلاص بقى، يمكن كان شر ربنا بعده عنك، مش كده برضو؟ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. خلاص خلاص ما تعيطيش. هو عارف؟ لا، ما هو بيكلمني كتير، انا ما بردش عليه، وخلاص انا مش هرد عليه تاني، خلاص مش هخليه يعرف عني حاجه. اهدي بقى، اهدي واسكتي، الامر الى الله. ما هو بخت امي اخدته في كمي.